بسم الله الرحمن الرحيم. المنطوب القب، منكب منطوب قب متصل، يعني قبو منه هو اللي بغينا نخيطوه، اللي فصلنا ديال زينب، يعني راه وليت تنسمي البنات. قبل ما غنبدا فيه، يعني في الصالة داست، قبل ما غنبدا غادي نجرب بعدا الماكينة واش خدامة. دايما العملية اللي غادي نبدا بها باش نشوف ماكينتي ياك ما كتخرص، ياك ما كتصوتي، ياك ما فيهاش شي عيب، ماشي هو المهم شي حاجة ما مقادش. الماكينة مزيانة، عندنا الحزام. دابا راه غادي نحاول ما أمكن نرتب لكم الأمور باش حتى نتوما تمشيو بسهولة. الحزام كنقلب، كانوا عندنا جوج طرف زديناهم بالعرض، يعني هكذا نرغز على ما مقداش. ونخيط الحزام ديالي، كنشدو على الطول لوجه على لوجه، قديتو بهذا الشكل. باغي في الموسم الاول تنجي حتى للكوان ونخلي لي براها هابطه وندور نقدم الخياطه مع الخياطه ونلعب الخياطه صامتين. وانا كنخيط صباعي تيقادو الثوب من التحت، نقاد الخياطه مع الخياطه، يعني هادي عندي فيها الزديه باش ما يجينيش مبروم او لا مفتول، ونقدم الحاشيه الثوب مع الحاشيه الثوب. الا خيطنا شي شويه مفاوت غيجيني مبروم، غتجيني فيه بحال منفوخ من واحد الجهه. خيطنا وبدينا نقلبوه، نحط الخياطه طور ميفيس كبير، شي حاجه المهم اللي تقلبي بها. غادي نشدو غير بحال ما هكذا ونتم غادي. دابا راه متر وستين بغات تخرج منه، واتونسيون نتوما كدفعو عندكم تقبل الحزام ديالكم. هاد العملية راه كتستعملوها الله أعلم في العيد الكبير. نخرج القنات ديال الحزام حتى كتقد، يعني هاد الكوانات كاملهم نخرجهم حتى كيتقد غير بحال ما هكدا. فوالا الحزام هو التخيط، بقات هاد البلاصة اللي مفتوحة غنقادو حتى هو على الخياطة ونطوي هاد الشي لداخل بحال ما هكا ونسد. نسد دابا هكدا وندور عليه سير بيكاج إلا بغيت، ما بغيتش نسدها غير على البور ولا نسدها غير بيديا، ممكن أي حاجة نقدر نديرها. وانا كنخيط دائما كنقد، يعني كنقاد هاد الخياطه هادي كنخرجها. وهنا تنقول لكم البنات، الا كنتو تستعملوا المصلوح الحديده الفيغارو باسي راه يسهل عليكم هاد الخدمه هادو ويبينهم افضل. دونك غادي نمشي هكذا وندور على الحزام كامل
بزيرو سانك ديال واحد البوز باش نطلعوش. خيطنا الحزام ودرنا فيه هاد الكوتيغ هادو غير جماليات، درنا بيناتهم صباط ديال لا ماشين، يعني دوزنا اربعة الخطوط ولا مار ثلاثة ولا شحال. هادو الحزام سالينا، عطيني البنات شديت لقدام ها القب ديالو ها الكتف وقديت الوجه مع الوجه. غادي نجي لهاد الخياطة تاعت القب من جهة العنق، من جهة التقويرة ديال العنق، نقادهم تيلصق الثوب على الثوب. هادو الكتاف وها هي الدورة ديال العنق، دونك هذا هو القب ديالي. بديتو من جهة العنق، اشنو غندير دروك؟ غادي نخيط تتت نبدا في الدورة. غادي تشوفوها احسن، الله اعلم. غنخيط سنتيم حتى كنبدا في الدورة وندير لا غيتم. خرجي مقصازين، وهنا غادي ندير واحد الكران. كران يعني ضربت التوب على حد فين درت لا غيتم، كنقلب ونخيط من الجهة الأخرى. وهادي غادي تشوفوها وغتشوفوا علاش درتها، يعني حتى نركبها حتى نلبسو الزين. عاد نقول لكم باش تفهموها، باش تغطى الخياطه ما باقيش يبان السولج. هي غالبا ما غاديش تلبس القب ديالها بزاف، حنا ما بغيناش يبان السورجي في اللبسه. نديكوريو القب ديالنا ولا بلاش؟ مادام الحزام درنا فيها دوك الخياطات من حقنا نفركسو حتى حنا، نديرو واحد دو كوتور ديال التقوية ولا. المهم هي جمالية أكثر ما هي عندها دورة. يعني الخياطات حليتهم من الداخل هكدا، تنحلهم هكا وبعينيا كنشد العبار الصباط غادي مع هاد الخياطة، وكنتم غادي كضرب لي برهنايا. هنا كنحاول نكون مضبوط، نضبط الخياطه ديالي نتقنها، يعني داك الزيرو سانك نمشي به مقاد داك نص سنتيم اللي غادي به هاد الخياطات سور بيكاج، وفي نفس الوقت من الداخل راني كنحل الخياطه، يعني هادي كنحلها هكذا باش ما تهربش ليا شي وحده، لان خدامين وما كنشوفوش. هادي غادي تجيني مقلوبة، غادي نكمل عليها خياطة وحدة ديريكت. كيبان ليكم البنات؟ ندير الجنب الآخر. ديما الصباط غادي حدا الخياطة الأساسية، الخياطة اللي خيطنا بها القب. هذا هو الظهر ديالنا البنات، ياك الخلف ديال المونطو ولا ديال الكاب هو هذا، الوجه هو هذا اللي حطيت هنا. حنا خيطنا التقويره ديال القب باش ما تتلفوش، وباش تجيكم الخدمه ساهله وما عندكمش شي حاجه تبرزكم. انا كنقول هذا الظهر الخلف، اري انت يديك هنا اللي طاح لي، هذا شدي لي غير هذا القب. ها هو
الوجه ديال التبهة هو انا ما غنديرش شي حاجه اللي غادي تعقدكم وتلفكم، بغيت نجي نقاد الكتف مع الكتف، الكتف مع الكتف، ويعطيني التركيز مع التركيز صافي. لانه راه ممكن تقادي الكتف مع الكتف ولكن جاك التركيز داخل جهه العنق، فهمتيها؟ دونك اش غندير انا؟ غنمشي الكتف مع الكتف، التركيز مع التركيز، جايني تركيز والكتف نفس الشكل من الجهه الاخرى، هذه هكذا صافي. ها التركيز الامام مع التركيز الخلف، ها الكتف الامام مع الكتف الخلف، وغادي ندير خياط. توضحات على بركه الله. بسم الله. وفي نفس الوقت باش ندير انا خدمه يعني متقونه، بغينا ندوزو دوك لي سور بيكاج على الكتف. غادي نقاد الكتف ديالي، تنخيط سنتيم، اوكي لاغيتمو. نعاود ندوز للكتف الثاني، ها هو في نفس الوقت، ها او ميم طون تنقيس العنق مع العنق، نشوفو واش غادي نقادي انا. راه دخلوا ليك عليه بالسوجيا راسي. خيطنا، عندي تاني المهم غادي ندوزو سير بيكاج على الكتاف باش نفركسو ليها هاد الكاب ديالها باش ما يبقاش حرفي، لانه ما دارت فيه شي حاجه كثيره. اللهم جي غير هاد الكرتون، ندوز سير بيكاج على الكتاف، يعني كنحل الخياطات وكندوز سير بيكاج، هادشي اللي غندير. كنخيطوا هاد الخياطات الكتف نفس الشكل غنديروه في الكتف الايسر ولا الايمن، وغادي نحبس لا فيديو هنايا باش نديرو الجزء الثاني باش ما نقطعوهاش.